في الجزء ده بقى ان شاء الله هنتكلم على تغيير الخلفية دي لخلفية تانية بس باستخدام نفس التكنيك. اولا انا هحتاج الكومبوزيشن دي، فهاجي هنا على الشاين بلوكس واعمل لها كنترول دي انتر واسميها شاين سويرلي، شاين سويرلي دبل كليك، فتح حالي في كومبوزيشن تانية لوحدها. مبدئيا هشيل البلر السكان لاينز، ودي دي الراديال فاست هسيبها، واشيل الكيرفز، يعني هرجع للاول مره تانيه. كل بقى اللي انا هعمله ان انا هرجع هزود الكومبلكستي اخليها 4 مثلا بحيث اجيب ديتيلز هنا، الكونتراست اخليها مثلا 140 بحيث انها تبقى عالية، اقفل بس اللايت شوية خلاص خليها 120 مش 140. بعد كده عندي السكيل هخليه 250 اقلله شوية كده مثلا. فاضل ايه؟ الميد تون ده هخليه مثلا يعني لون برتقاني، خليه كده مثلا حاجة زي كده، ممكن اخلي دي 4.5 4.5، ممكن اعمل دي انفرت بالشكل ده كده. طبعا اللي يشوف الخلفية دي يقول عليها كومبليكس شوية، خلفية معقدة شوية، لكن هي بصراحة بسيطة جدا زي ما انتوا شفتوا. اعلي بقى الكونتراست شوية اخليها 150 بالمنظر ده كده. طيب نقلل الكونتراست شوية، 80 نخليه 120 نخليها 100. خدوا بالكوا القيم دي كلها بالتجربة بالشكل ده كده. كده الشكل يعتبر كويس مناسب. طيب بعد كده هروح على الفراكتال نويز ده، كنترول دي دوبليكيت، سمي دي سوير. كل اللي انت هتعمله هتروح على الفراكتال تايب، نقلب الفراكتال تايب نخليه سويرلي، النويز تايب نخليه سبلاين بالمنظر ده، الكونتراست نخليها 150 بحيث تبقى باينة كده، الاوفر فلو مش عايز تتحرك من مكانها، عايزه كانها تعمل زي البابل تطلع وتدخل، يبقى اختار الور باك بالمنظر ده، الكومبلكستي اخليها 6. عندي بعد كده مش عايز حاجه تانية، كل ما في الموضوع ان انا هغير البلند مود اخليه مثلا اوفرلاي بالشكل دوت. عندي ايه عايز ان انا ابينها شوية، ممكن ازود الكومبلكستي شوية، والسكيل اقلله، اقلل السكيل شوية اخليه 100 مثلا تمام، بحيث يبقى باين وظاهر كده. نشوف الكونتراست لو زودناها تبقى عاملة ازاي، نشيل انفرت دي، لا نخلي انفرت زي ما هي. طيب تعالوا
نعمل حاجة كمان، نرجع للفراكتال نويز ده، تعالوا مثلا ننزل تحت في السب سيتنجز، نعلي السب سكيلينج نخليه 60 مثلا بالشكل ده بحيث يبان شوية. وبالنسبة للسويرلي سب سيتنجز نعليه مثلا برضو ل 60 بحيث يبقى فيه ديتيلز زي ما انتم شايفين. كونتراست نخليها 150، يعني يبقى فيه نعومة شوية. طبعا على فكرة يعني انا بجرب معاك كل القيم دي، القيم دي كلها على فكرة كلها قيم تجريبية. في ايه تاني؟ نروح على الفراكتر كده، نرجع تاني للطبقة اللي ورا، السب انفلونس يعني لو زودناها تدي شكل احسن شوية. السب سكيلينج تدي ديتيلز، نرجع للسويرلي تاني. طيب عشان ندي شوية ديتيلز تعالوا نزود السب انفلونس دي نخليها 150. كده ادت شوية ديتيلز اهيت، نخلي دي مثلا ب50 بقى بحيث نصغر السكيل شوية، انا نخليها 60 والله زي ما هي كويسة 60. الكونتراست ب100، اعتقد لو احنا عملنا ريندر، بس مش الريندر اللي احنا شايفينه ده، لو احنا عملنا فول سكرين وعملنا زيرو هتدي الشكل اللي احنا شايفينه. على فكرة انت لو خدت بالكوا هتلاقوها عمالة بتطلع وتدخل، دي راجعة للورب باك اللي احنا عملناها في الاول. شكلها جميل جدا. طب نرجع للفراكتال نويز تاني، الكونتراست معمولة 100، طب ما نعلي 100 دي شوية بحيث اللي ورا يبقى لون فاتح شوية، نخليها 150. و السب انفلونس نرجعها ل50 زي ما هي، ونرجع دي ل60. بالمنظر ده كده دي نخليها 100، تقوم ترجع بالشكل ده. طيب كده احنا خلصنا من الجزء بتاع السويرل والجزء بتاع النويز. طبعا التفاوت في القيم دي هو اللي بيعمل لك الشغل ده. على فكرة انفيرت بتديك شكل تاني خالص، لكن انا عايز الشكل الذهبي ده. ممكن ان انا اجي على التونر واخلي اللون يروح للاحمر، بالمنظر ده كده بالشكل دوت. اجي على الفراكتال اللي تحت، ممكن اقلل او ازود الكونتراست عشان اللي تحت يبان. السويرلي اجي في الفراكتال نويز، كونتراست ممكن ازودها برضو شوية، وممكن كمان السكيلينج اعليها شوية بحيث تخش لي في كذا في اغلب المكان يعني. السب سكيلينج
ممكن ان انا اعليها برضو شوية. انا قلت كل القيم دي قيم تجريبية. بعد كده ممكن ان انا عشان اعمل بوست اللون شوية احط ليفلز، اسحب ليفلز على السويرلي. وبس كل اللي هعمله ان انا هشتغل على الميد تونز، ان انا اظهرها شوية بالشكل ده، البلاك اعمله بوست شوية، وده هفتح اللون. بس انا مش عايز اللون يبقى فاتح. برضو ممكن ان انا احط كيرفز، لو انا عايز افتح الار جي بي كلها قناة اللون الاحمر، لو انا عايز اعمل له بوست في الحتت اللي بتلمع او الحتت الفاتحة. البلو ممكن اسحبه في الحتت بتاع الظل، وبرضو اسحبه شوية في الحتت الفاتحة. عايز اعمل للصورة بوجه عام، هفتح اللون كده. وبالنسبة للار جي بي برضو هفتحها شوية بالشكل ده. بعد كده لو انت زودت اللايت بتاعك هتلاقيه بالمنظر ده، بس طبعا الاضواء طولها كبير قوي. اقلل الاماونت بتاعها، مثلا اخليه يعني 90 مناسب. لو احنا جينا نعمل ريندرنج نشوف بقى الريندر. ادي شكل الباك جراوند. طبعا اللي يشوفها يعني خلفية معقدة قوي، بس هي مجرد تغييرات بسيطة في نوع الفراكتال نويز. طبعا تقدر انت بقى تغير في نوعه، تغير في لونه، تغير في الكومبلكستي، تغير في السب فيولانس انفيولانس، تغير في غير في الحاجات اللي احنا عملنا. يعني مثلا ممكن نعمل حاجة بسيطة، شفتوا الفراكتل اللي تحت؟ تعالوا نشيله. شوف ده بقى عامل ازاي. السويرلي لوحده، ده السويرلي لوحده. طب تعالوا لو حطينا لير نيو ادجستمنت، وتعالوا نجرب نحط افكت اسمه فيكتور بلر. تعالوا نسحب الفيكتور بلر على الادجستمنت دي. الفيكتور بلر ده يعني بيديك حاجات عضوية. تعال على النوع بتاعه نعمل كونستانت لينجز مثلا، وتعال على الاماونت نعلي شوية نخليه 40، والريدج سموثنس اللي هي النعومة نرفعها كده مثلا 25. شوف اداك ايه. لو انا عملت ريندر تلاقي اداك خلفية بتاعت مصاصين الدماء كده. ده الشكل اللي نتج من الريندر بمجرد بس احنا ما شلنا الفراكتال اللي تحت وحطينا الفيكتور بلر. طبعا هرندرها لكم بس مدة اطول شوية بحيث نشوف شكل الخلفية. على فكرة الفيكتور بلر يعني الى حد ما تقيل شوية، لكن بيدي نتائج جميلة جدا جدا جدا.
زي الإضاءة اللي احنا شايفينها دلوقتي. نشوف بقى الشكل النهائي. طبعا اتغيرت خالص بعد ما شلنا الفراكتل الاولي. ده كان الجزء الثاني من الباك جراوند بتاعتنا النهارده. عملنا يجي 3 ديزاينات وكل ده بافكت واحد مع تغيير بس الخصائص بتاعته. اتمنى تكون المحاضره مفيده. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.